اشمعنى؟ مفيش يا شريك بيه، الطريق طويل شويه. قلت لهم 100 مره ما يقربوش مننا كده. شويه بهايم بعد عننا يا بني ادم، ما تقربوش مننا غير باشاره مني. صداعي فرتك دماغي. ما انت اللي زودتها في الشوربه يا شفيق بيه. الجماعه وصلوا، هدي سرعتك على الاخر وقلب لهم النور العالي. حاضر. هدي سرعتك. الجماعة وصلوا. ايه هحدتك تاني واقول لك تحرك. سلام. ادخل عليهم يا مرحبا. يا مرحبا. اهلا اهلا. ايه اطلع بسرعة يا مالك، دوس نازلين على الاخر. حرام عليكم. ايه حصل؟ ايه يا سعادة؟ احنا كنا محصولين وبنفك ميه يا سعادة البيه. بتفكوا ميه يا جماعة؟ ايه اللي حصل يا سعادة البيه؟ سعادة البيه فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة يا سعادة البيه. افتحها. ولازمتها ايه يا سعادة البيه؟ افتحها بقالك. تحت امرك يا سعادة البيه، تحت امرك. يا حبايبي، ده ايه اليغمة دي كلها؟ بقيت هقول بيها ايه ان شاء الله؟ احنا كنا ناويين نشتري ارض يا سعاده البيه، اظن مفيش قانون يمنع شراء الارض يا سعاده البيه، مش كده ولا ايه؟ بتشتري ارض الفجر في وسط الصحراء ليه؟ ارض مزروعه؟ ارض زينه يا سعاده البيه، بس الناس اللي احنا هنشتري منيهم عوضوا علينا، فقلنا نمشي يا سعاده البيه. تمشوا؟ تمشوا تروحوا فين؟ ده انا هبعت اجيب لكم العربيه اللي فيها البضاعه عشان تدوهم الفلوس. قلت لسعادتك يا سعاده البيه احنا كنا ناويين نشتري ارض، لا نعرف بضاعه ولا نعرف عربيات. زين زين قوي، ابقى نفذ اللي قلت لكم عليه، خليك في المدج، اخفى جوا الصحراء. هدي سرعتك يا مرة، يخليهم يحصلوني. اتفضل انزل. انزل. خبر ايه يا حضظابط؟ انا شفيق العربيه ودي عربيتي، رخصنا سليمه والعربيه قدامك زي الفل، تقدر تفتشوها، لا يكون فيها ممنوعات ولا حاجه.